مشاهدي شوف تي في، صباح الخير عليكم. كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير وعلى خير. صباح الخير، نهاركم مبروك من مدينة طنجة على الشمال. تبارك الله، عندنا واحد الحرارة ما شاء الله في المدينة، الأيامات كاملة ولا شهر كامل حنا في واحد الصح. تبارك الله، والحاجة اللي جات في وقتها كاملة مرحبا، اللي جات من عند الله مرحبا، الحمد لله. انا تبارك الله صهد بزاف مدينه طنجه، وتبارك الله دابا هاد اليومين كلشي في البحر اصلا. دابا الجو ديال البحر دابا شويه تمل ديك 11 12 نجبروا البحور كاع ديال طنجه عامرين. تبارك الله، من بعد ما جات السياح اللي جاوا لهنايا مدينه طنجه، سواء من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج ولا من الناس ديالنا كنقولوا تجي على السياحه الداخليه، الحمد لله بدات الامور كتحسن، امور الحياه بدات كترجع للطبيعه ديالها من بعد ما ضربنا عامين ديال كوفيد. تبارك الله، عامين زياده. دابا حنا في ديك الاجواء ديال الكوفيد، الواحد خوفان يخرج، خوفان انه يسافر، ممنوع عليه انه يسافر، يعني من بعد ما تضرر الاقتصاد ديال البلاد بل والاقتصاد ديال العالم. الحمد لله دابا الامور بدات كتحسن، الحياه بدات كترجع للطبيعه ديالها، السياحه بدات كتنتعش كنظن بجل مدن المملكه ماشي غير هنا في طنجه. هنا تبارك الله في طنجه صراحه يعني رجعت دابا طنجه صباح والليل عامره. تبارك الله، فيما مشيتي كاين واحد الاكتظاظ، فيما مشيتي كاين بلوكاج. البارح الناس اللي مشاو يبحروا، اللي مشاو للجهه ديال القصر الصغير يعني محيط اخر، مشاو راه بقاو حاصلين في الرجوع. راه والله الا كان واحد البلوكاج في الطريق، الناس بقات ازيد من ساعه د المكانه في الطريق، تبقاو واحد البلوكاج ماشي عادي. كان سورتو دابا مع الويكاند كيكونوا يعني حتى الناس يعني اللي خدامين كيمشيو بحروا، وكذلك كيديو وليداتو البحر حتى الويكاند كنتو ما كتعرفوا الاجواء. كانت الدنيا تبارك الله عامره البارح، وتا اليوم كنظن غتكون اكثر حيت اليوم الحد، باقي السبت كيكون شويه حيت كاين اللي كيخدم غير نص النهار، ما كيدركش انه يدي وليداتو السبت ديال هذا، فكيديهم الحد. ما تبارك الله هاد الايامات اصلا غير ديال البحر. دابا الواحد ما الصباح كيكونوا في بحور عامرين، الليل كتكون دينا عامره في الليل. دابا داك البلوكاج اللي كيوقع في الطريق ديال البحوره في الصباح، في الليل كيكون عندنا في المدينه ما شاء الله تبارك الله. والحراره الصباح والليل، نتوما كيف عامل الجو عندكم؟ منين كتبعونا؟ كيف عامل الجو عندكم في مدينتكم؟ حنا اليوم الحد كيف ما كتعرفوا، الناس باقي كتصبح شويه ناعسه، حتى عندك 10 11 عاد بدات تعمر شويه الدنيا، مي باقي الشوارع خاويه. انتوما باقي الشارع خاوي، باقي حيت باقي كلشي ناعس هاد الصباح هذا. الله يكبر بيك، الله يخليك. الحمد لله بعدا اللي خليتي السمك، ما حرمتيش عليا حتى السمك. كما كتشوفوا الشوارع ديال المدينه باقا خاويه، باقي الناس صبح ناعسين، كني بلاتي واحد شويه شوفوا المدينه كيف كترجع. دابا ما قلت لكم دابا اليوم الحد غيعمروا الشواطئ بزاف، ربما نكون معكم شي جوله اليوم الحد لاحد الشواطئ هنا في مدينه طنجه، ونوريكم من خلاله زعما اجواء اللي كتكون في البحر اليوم. صراحه اليوم ما تجبرش موتاك. مرحبا بنا ستيفلت، شحال وصلت درجه الحراره عندكم؟ مشاهدي شوف تبي غنتوقف معكم هنا
دير نهاركم مبروك. كنتمنى لكم دوزوا هاد النهار، هاد النهار هو اللي باقي قبل ما ترجعوا الخدمه اللي صباح خدام خدام، فحاولوا انكم تبروفيتيو فيها اكثر. فاذا نهاركم مبروك وصحتكم وراحتكم الى اللي ماشي بحار اللي خارج يفوز صحه وراحه. اذا نتلاقاو معكم ان شاء الله بعد قليل في مواضيع اخرى وبلايص اخرى ان شاء الله. يا رب، مع السلامه.